لشجرة الميلاد رمزية مقدسة، حيث يتم تزيينها في فترة العيد لتعطي روح القداسة، الدفء والعطاء. ولكن هذه السنة قررت كنيسة الروم الكاثوليك تزيين الشجرة بطريقة مختلفة لإدخال رعايتها في جو الميلاد الروحي والمشاركة في المحبة والعطاء. عملنا هاي السنة شجرة المحبة. شجرة المحبة هي عبارة عن شجرة الميلاد، ولكن بدل الزينة حطينا عليها كارتات لأسماء أولاد أو بنات مع الأعمار تبعونهن، وشاركنا الرعية بأنه كل شخص بالرعية يأخذ كارت من هدول الكروت ويجيب هدية ويعطيها لهذا الولد اللي مكتوب اسمه ويحطها تحت الشجرة تبعته. قام نادي المحبة في توزيع الهدايا على الأطفال بعد قداس يوم الأحد، بالإضافة إلى تشغيل الأطفال في فعاليات رقص وغناء لإدخال جو الفرح والعيد في قلب هذه الأطفال. نادي المحبة يلي اليوم رح يختم كمان فعالياته في نشاط صغير مع الولاد في المركز تحت. هذا النادي يلي صار له أكثر من 13 سنة في خدمة الكنيسة وفي خدمة كمان الولاد، عم بعمل كمان فعاليات وبعمل نشاطات على مدار السنة، وإن شاء الله بنقدر نزرع البسمة في هاي الأيامات الحلوة في رعيتنا. يسوع المسيح هو السلام، وهذا ما تطمح له الكنيسة في إدخال السلام إلى قلب الرعية ونشر الإنسانية وجو الميلاد، ميلاد الفرح وميلاد العطاء.